أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يطيب لي أن أشارككم أيها الأحبة هذه المناسبة العطرة، ذكرى ولادة سيدتي ومولاتي الصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارتها، وأن يثبتنا على ولايتها والبراءة من أعدائها، وأن لا يحرمنا غدا شفاعتها، إنه سميع مجيب. الحديث عن سيرة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم فيه جانبان، جانب مادي وجانب غيبي. وجرت العادة غالباً أن يكون الحديث عن سيرتهم في الجوانب المادية، وأقصد بذلك ما يكون مرتبطاً بعالم الدنيا، فيكثر الحديث في سيرة سيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في هذا المنحى، فيتعرض إلى كيفية استثمار شخصيتها المباركة في حياتنا اليومية من خلال الاستفادة من سيرتها العطرة في شؤون الناس وحياتهم الاعتيادية. فقد كانت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بنتاً، وماذا ينبغي أن يكون على الأبناء تجاه الآباء، كما كانت الزهراء عليها السلام زوجة، وما هي العلاقة التي ينبغي أن تكون عليها الزوجة مع زوجها. وكانت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أماً أيضاً، كيف ينبغي أن يكون تعامل الأم مع أبنائها. يغفل عادة عن التركيز على العنصر الغيبي أو العامل الغيبي الموجود في سيرة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلا نكاد نجد من يسلط الضوء على هذا الجانب أو يتعرض إليه من قريب أو بعيد، مع أننا لو رجعنا لكتب السلف الصالح من علمائنا وجدنا أنهم كثيراً ما يركزون على العنصر الغيبي والقضية الغيبية في سيرة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وطبيعي جداً أن يكون تركيز البحث على العناصر الغيبية المرتبطة بسيرة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام له مجموعة من الآثار المهمة، وله مجموعة من النتائج المهمة جداً. على سبيل المثال، مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما يلتفت نجد أن هناك مجموعة من العناصر الغيبية والمهمة جداً في سيرتها العطرة يجدر بالباحث أن يقف عندها. العنصر الأول عبارة عن الوجود النوري للسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وكيف أنها كانت نوراً، وأنها قد خلقت من نور الله سبحانه وتعالى. العنصر الثاني وهو عبارة عن عنصر الوجود، فإن الزهراء صلوات الله عليها قد تكونت من طعام الجنة. وأخيراً حضور مجموعة من نساء الجنة ولادتها المباركة، فقد حضرت عندها آسيا وسارة ومريم وكلثم صلوات الله وسلامه عليهن جميعا. طبيعي أننا نضع مجموعة من التساؤلات أمام هذه العناصر الثلاثة البارزة في سيرة السيدة الزهراء صلوات الله عليها. مثلا، ماذا يعني حضور آسيا وسارة ومريم وكلثم عند السيدة خديجة عليها السلام عند الولادة؟ هل كان حضورهن حضوراً مادياً أم كان حضورهن حضوراً معنوياً؟
وإذا كان حضورهن حضوراً حقيقياً فهل كان حضورهن بالقالب المادي أم كان حضورهن بالقالب المثالي؟ وإذا كان حضورهن بالقالب المادي فقد كن في قوالبهن الاعتيادية، وأن ذلك خاضع لعنصر الإعجاز، فالله سبحانه وتعالى أعادهن إلى عالم الدنيا كما أعاد عزير أو كما أعاد أهل الكهف، أو أنه لا حضرن في قوالب مادية بحيث أن أرواحهن قد حلت في قوالب مادية كما حل جبرائيل عليه السلام في شخص دحية الكلب. هذه مجموعة من التساؤلات تطرح عندما يتم الحديث حول العنصر الغيبي في قضية السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بمقدار ما يتسع المجال أحاول أن أسلط الضوء شيئاً ما على هذا الجانب المرتبط بالقضية الغيبية في سيرة سيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أبدأ بالعنصر الأول، وهو عبارة عن الوجود النوري للسيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، وقد تضمنت هذا المعنى مجموعة غير قليلة من الروايات المباركة، يمكن لمن أراد المتابعة أن يراجعها سواء في كتاب الكافي الشريف أم في غيره من المصادر الروائية التي عنت بهذا الجانب، ويجد المتابع أكثر هذه النصوص في الموسوعة المباركة لغواص بحار الأنوار العلامة المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه، في الجزء الذي أفرده في سيرة سيدة الطاهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أنقل من الروايات الموجودة في المقام معتبرة سدير الصيرفي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خلق نور فاطمة عليها السلام قبل أن يخلق الأرض والسماء، فقال بعض الناس: يا نبي الله، فليست هي إنسية؟ فقال: فاطمة حوراء إنسية. قالوا: يا نبي الله، وكيف هي حوراء إنسية؟ قال: خلقها الله عز وجل من نوره قبل أن يخلق آدم، إذ كانت الأرواح، فلما خلق الله عز وجل آدم عُرِضَت على آدم، قيل: يا نبي الله، وأين كانت فاطمة؟ قال: كانت في حُقَّةٍ تحت ساق العرش. قالوا: يا نبي الله، فما كان طعامها؟ قال: التسبيح والتقديس والتهليل والتحميد. فلما خلق الله عز وجل آدم وأخرجني من صلبه، وأحب الله عز وجل أن يخرجها من صلبي، جعلها تفاحة في الجنة، وأتاني بها جبرائيل عليه السلام فقال لي: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا محمد. قلت: وعليك السلام يا حبيبي جبرائيل. فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام. قلت: منه السلام وإليه يعود السلام؟ قال: يا محمد، إن هذه تفاحة أهداها الله عز وجل إليك من الجنة، فأخذتها وضممتها إلى صدري. قال: يا محمد، يقول الله جل جلاله: كلها. ففلقتها فرأيت نوراً ساطعاً وفزعت منه، إلى آخر الرواية. لو تأمنا في هذه الرواية سنجد أنها تضمنت مجموعة من المطالب الجديرة بالوقوف عندها. المطلب الأول: تضمنت الإشارة إلى الوجود النوري للسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأن وجود الزهراء عليها السلام النوري سابق على وجودها الدنيوي، فهناك وجودان لمولاتي فاطمة: وجود نوري ووجود ملكي، وهو المرتبط بعالم الدنيا، وإن شئت قل وجود ملكوتي
ووجود ملكي. الوجود الملكوتي هو المرتبط بعالم الأنوار، والوجود الملكي هو المرتبط بعالم الدنيا. والرواية تشير إلى وجود نوري للسيدة الزهراء عليها السلام سابق في وجوده على الوجود الملكي. أيضا أشارت الرواية إلى أن الزهراء عليها السلام قد خلقت من نور الله سبحانه وتعالى، والمعني بذلك أنها مخلوقة من نور عظمة الله عز وجل كما هو معلوم. كذلك أشارت الرواية إلى أن الزهراء عليها السلام أبان وجودها في مرحلة الوجود النوري كانت مشغولة بعبادة خاصة، وقد تمثلت تلك العبادة التي كانت تمارسها الزهراء عليها السلام تلك الفترة في التسبيح والتهليل والتحميد، وأن ذلك كان طعامها صلوات الله وسلامه عليها. أيضاً أشارت الرواية إلى أن الزهراء عليها السلام عُرضت على آدم صلوات الله وسلامه عليها، والمقصود من عرضها على آدم عرض معرفتها، بمعنى أن الله عز وجل قد أخذ على جميع الأنبياء والمرسلين معرفة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وهذا المعنى يستفاد من مجموعة من الروايات الواردة عندنا، ومنها الرواية المعروفة وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، بمعنى أن جميع الأمم السابقة والأنبياء والمرسلين كان يعرض عليهم معرفة الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فمن عرفها كان من أهل الإيمان والهداية، ومن لم يعرفها كان من أهل الضلال والشقاء. وقد ورد في تفسير قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أن من ضمن ما علم الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام علمه معرفة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. إذن هذا يعطي أمراً مفاده مدى أهمية الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قد يتوهم البعض أن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام ليست في مقام النبوة، وما دامت ليست في مقام النبوة جعل معرفتها عنصراً أساسياً يطالب به الأنبياء مانعاً من قبول الخبر، وبالتالي يكون الخبر مشتملاً على ما لا يمكن الالتزام به نرفع اليد عنه، هذا في غير محله. طبعاً النبوة كما يستفاد من علماء اللغة عبارة عن المكان العالي والمكان السامي، ولذا لو قيل بأن السيدة الزهراء عليها السلام وفق هذا المعنى من الأنبياء لم يكن في ذلك أدنى غضاضة. ويمكن لكل من راجع كلمات أهل اللغة يجد أنهم يقررون بأن من يوحى إليه ولو من خلال الإلهام يدخل في دائرة الأنبياء، فالمحدث يمكن عده نبياً لأنه من أصحاب المقامات السامية والمراتب العالية. وقد قيل أن مريم عليها السلام نبية، ففاطمة التي هي أفضل من مريم عليها أفضل الصلاة والسلام يكون لها هذا المقام، والتفصيل ليس في هذا المقام. بالنتيجة إذن لا يعد هذا مانعاً يمكن الاستناد إليه، لأنه بحسب المعنى اللغوي ينسجم، ولا يوجد عندنا حقيقة اصطلاحية تمنع من الالتزام بهذه النتيجة أو تمنع من القبول. إذن بالنتيجة الرواية التي قرأت والتي تشير إلى شيء من المقام الخاص بالصديقة الزهراء صلوات الله عليها، والتي تؤكد على ضرورة هذا المقام لها من خلال وجودها الملكوتي أو من خلال وجودها النوري، أمر بين واضح جدا. طبعا عندنا روايات أخرى أيضا غير هذا المعنى يمكن أن تذكر في المقام، ومن أراد المراجعة يمكنه ملاحظة ما ذكره
أعلامنا كالشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة في كافية أو غيره من الأعلام. هذا المعنى يجرنا إلى نقطة مهمة، ما هو المقصود بالوجود النوري للسيدة الزهراء صلوات الله عليها؟ عندما نقول بأن لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها وجوداً نورياً، ما هو المقصود من هذا الوجود؟ هنا لابد من الالتفات إلى أن عجز العنصر البشري وعدم قدرة العقل الإنساني على الإحاطة بحقيقة هذا الوجود، فضلاً عن الوقوف على خصوصياته كما ذكر ذلك العلامة المجلسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مرآة العقول، لا يوجب البناء على عدم الإيمان أو التصديق بهذه القضية، لا، يمكن للإنسان أن يؤمن بهذا الأمر وأن يلتزم بمضمونه وما جاء فيه، ويمكن للإنسان أن يرفع الغموض الموجود في هذا المعنى ليقف على حقيقة المعنى المقصود من الوجود النوري، وذلك بملاحظة الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام للوقوف على المعنى المقصود من الوجود النوري الوارد في كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعاً إذا أردنا أن نرجع للروايات الشريفة التي تتحدث عن بيان حقيقة الوجود النوري نجدها طوائف، مثلاً الطائفة الأولى الروايات التي تضمنت أن النبي صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا أشباح نور، منها ما رواه شيخنا الصدوق وغيره. الطائفة الثانية ما تضمنت أنهم كانوا أظلة خضراء، والطائفة الثالثة ما تضمنت أن الله سبحانه وتعالى قد خلق نبيه روحاً من دون بدن. طبعاً هذه الروايات الموجودة في المقام يمكن أن يجمع بينها ليصل الإنسان من خلال ضمها إلى من خلال ضم بعضها إلى بعض إلى معرفة معنى أن للزهراء عليها السلام وجوداً نورياً. ما هو المعنى المستفاد من هذه الروايات؟ أن وجود الزهراء النوري يعني نور ساطع تتكون منه أبدان نورانية، مثل نورانية مخلوقة بطلوع ذلك النور العظيم عليها. فإذا هذا معنى أن للزهراء عليها السلام وجودا نوريا، يعني أن لها بدنا نوريا، لها مثل نورانية مخلوقة بطلوع ذلك النور وترتيب الأثر. إذن نصل وجودان للزهراء، وجود نوراني ووجود ناسوتي الذي عبرت عنه في مطلع حديثي بالوجود الملكي. هنا قد يعترض علينا معترض فيقول أي فضيلة تذكر للسيدة الزهراء عليها السلام عندما تسمونها بأنها ذات وجود نوري، وذلك بسبب ما تضمنته بعض الروايات؟ هناك بعض النصوص التي نصت على أن المؤمن خلق من نور الله سبحانه وتعالى، مثلاً هذه الرواية التي يرويها معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره؟ قال: وما هو؟ قال: إن المؤمن ينظر بنور الله. فقال: يا معاوية، إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم من رحمته في رحمته وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه. فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، أبوه النور وأمه الرحمة، وإنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه. لقائل أن يقول:
إذا كانت الزهراء عليها السلام قد خلقت من نور الله عز وجل، فهذا المؤمن قد خلق من نور الله عز وجل، فأي فضل وأي مقام وامتياز للسيدة الزهراء عليها السلام، والمؤمنون جميعا قد خلقوا من نور الله سبحانه وتعالى. هذا الإشكال مردود. لماذا؟ يذكر علماء المنطق أن النور من المفاهيم المشككة، والمقصود من المفاهيم المشككة يعني الشيء الذي يكون له مراتب وليس له مرتبة واحدة. لاحظوا مثلاً هذا البياض الموجود الآن على الجدار مع بياض جهاز التكييف مع بياض الرخام، لو نظرنا إلى الجدار سنجد ثلاثة أنواع من البياض، جميعها يقال لها بياض، لكن هل أن بياض الجدار هو ذات الدرجة الموجودة لبياض جهاز التكييف، هو ذات الدرجة الموجودة لبياض الرخام، أم أن هناك تفاوتاً في درجات البياض؟ هذا التفاوت الموجود في درجات البياض يعبرون عنه في المنطق بالمفاهيم المشككة، يعني المتفاوتة، فيكون للشيء الواحد أكثر من مرتبة أو أكثر من درجة من الدرجات، فلا يكون الجميع في درجة أو في مستوى واحد، وإنما يكون متفاوت بعضه مع بعض. عين هذا الجواب نستفيد منه في المقام، فنقول بأن النور أيضاً من المفاهيم المشككة، وليس النور درجة واحدة، بل النور درجات متعددة، فقد يكون النور في أدنى درجاته إضاءة لكنها إضاءة خافتة، وقد يكون النور في أعلى درجاته وهي التي لا يملك الإنسان أن ينظر إليه، يعشي بصره، يضطر الإنسان أن يغمض عينيه أو يضع شيئا على عينيه يمنعه من النظر بسبب قوة النور وبسبب شدته وسطوعه. إذن عندنا درجات، فالمؤمن مخلوق من نور الله عز وجل، لكن نور الله مشكك، والزهراء عليها السلام مخلوقة من نور الله عز وجل، فليس النور الذي قد خلقت منه الزهراء عليها السلام ذات المرتبة الذي قد خلق منه المؤمن. المؤمن قد يكون خلق من أدنى مراتب النور أو من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، لكن الصديقة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام قد خلقت من أعلى مراتب النور وأرقى مراتب النور وليس أدناها. إذن نخرج من خلال العنصر الأول إلى أن الزهراء عليها السلام لها وجود نوراني، فقد خلقت من نور الله سبحانه وتعالى، ودلت على ذلك الروايات المعتبرة، ولا يوجد ما يمنع من هذه النصوص والعمل على طبقها، بل إن الاعتقاد بذلك هو الذي ينسجم تماماً مع ما عليه أبناء الطائفة المحقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا لما فيه الخير والصلاح. انجل العنصر الثاني وهو المرتبط بمسألة النطفة. ما دي بس وقتي باقي مجاله زين. بابا صلوا على محمد وآل محمد. انجل العنصر الثاني وهو العنصر الوجودي، أعني المرتبط بقضية تكون السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهو عبارة عن روايات الخلقة، أن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام تكونت من طعام من الجنة. بداية، المشهور والمتداول عادة أن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قد كان تكونها من خلال تناول النبي صلى الله عليه وآله إلى شيء من طعام الجنة. أكل النبي صلى الله عليه وآله شيئاً من طعام الجنة، ونجم عن ذلك أن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها
تكونت بعد ذلك من هذا الطعام. لما نرجع إلى الروايات الشريفة المتعرضة إلى هذا الجانب نجد أنها على مجموعة من الطوائف. عندنا طائفة من الروايات تعرضت إلى أن الزهراء عليها السلام قد خلقت من طعام الجنة، ولم تتعرض إلى تفسير معنى خلقها من طعام الجنة. هل أنها خلقت مثلاً من كذا من كذا من كذا؟ لم تشر إلى ذلك أبداً. طائفة ثانية هي التي أشارت إلى أن الزهراء عليها السلام قد خلقت من تفاحة من طعام الجنة. بعض الروايات أشارت إلى أنها خلقت من الأجاص أو من الكمثرى من طعام الجنة. بعض الروايات أشارت إلى شيء آخر. الذي يهمنا أن القارئ للروايات الشريفة يجد تعدداً في منشأ تكون نطفة السيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، وهذا قد يوحي للوهلة الأولى عند القارئ بأن هناك تعارضاً أو بأن هناك تنافياً موجوداً بين النصوص الشريفة يمنع من القبول بها. هنا أود أن ألفت النظر، إذا تصدى غير المختص للتعامل مع شيء من النصوص ربما يقع في الكثير من الأخطاء والاشتباهات. مثلاً من الشروط المعتبرة عندنا في حجية الرواية ألا تكون الرواية مخالفة للكتاب الكريم. قد يفهم غير المختص من هذا التعبير أن علماءنا يعتبرون في حجية الرواية أن تكون موافقة للكتاب، فإذا كانت الرواية غير موافقة للكتاب ردت لأنها لن تكون مستجمعة لشرط الحجية، وهذا خطأ. فرق بين أمرين، بين أن نقول نشترط في الرواية ألا تخالف الكتاب، وبين أن نقول نشترط في الرواية أن توافق الكتاب. أعطي مثالاً لتقريب الفكرة. عندما يقول سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، هذه الآية تشير إلى أن هناك وراثة حقيقية بين نبي الله سليمان عليه السلام وبين نبي الله داود عليه السلام، إذ ورث نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه ما تركه نبي الله داود عليه أفضل الصلاة والسلام. عندما تأتينا رواية تقول نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، تكون هذه الرواية مخالفة للقرآن الكريم. القرآن الكريم يقول الأنبياء يتوارثون، هذه الرواية تقول الأنبياء لا يورثون، فعندها تكون مخالفة لهذه الرواية لهذه الآية، بالتالي لنضرب بها عرض الجدار لأنها فاقدة لشرط من شرائط الحجية. بينما على العكس تماماً لو وجدنا رواية من الروايات دلت مثلاً على مفطرية الغبار في نهار الصوم، القرآن الكريم لم يتضمن مفطرية الغبار في نهار الصوم، وإنما أشار القرآن الكريم إلى الامتناع عن الأكل والشرب والنساء. فإذن ما في القرآن الكريم ما يدل على مفطرية الغبار، زين، لكن ما في القرآن الكريم ما يمنع من مفطرية الغبار، فهل تكون الرواية الدالة على المفطرية مخالفة للقرآن الكريم؟ لا، يقول غير موافقة. لا نشترط الموافقة، نشترط عدم المخالفة. سكوت القرآن الكريم عن أمر لا يوجب رفع اليد عن ذلك الأمر، لأن القرآن الكريم ليس بصدد بيان كل شيء شيء. إذن دي نقطة لا بد من الالتفات إليها. هنا أيضاً لما نتحدث عن النصوص التي تضمنت كيفية تخلق سيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، غير المختص قد يتوهم في البداية أن في المقام تنافياً وتعارضاً يمنع من الاستناد لهذه الروايات بلحاظ
أن بعضها يشير إلى أنها تخلقت من التفاح، بعضها يشير أنها تخلقت من طعام الجنة بدون تفصيل، بعضها يشير أن تخلقها كان من الأجاص، أو أن تخلقها كان من الكمثرى، أو أن تخلقها كان من الرمان. فهل هناك تنافي وتعارض بين هذه الروايات؟ نقول لا. يقول علماؤنا: جميع الروايات مثبتة، وما دامت الروايات مثبتة لا يوجد بينها أدنى منافات أو معارضة، كلها تشير إلى معنى واحد مؤداه الإشارة إلى أن الزهراء عليها السلام قد خلقت من طعام الجنة. طيب، إذن ماذا يعني هذا الأمر؟ هنا ينبغي الالتفات أن المعصوم عليه السلام قد يستعمل بعض التعبيرات للتعبير عما في الجنة بشيء يقارب حياة الناس، أو بشيء يمكن أن يستوعبه الناس. الإمام عليه السلام يريد أن يقرب للناس طعام الجنة، فيقول له طعام الجنة يعني تفاحة. هو غرضه أن يقرب الفكرة، ترى طعام الجنة تفاحة، حتى يستوعب الإنسان، لأن الإنسان يحيا في الحياة المادية ويتعرض لما هو مرتبط بعالم المادة، يتحكم فيه كثيراً العنصر المادي، يحوطه العامل المادي، إذن يتفاعل مع القضية المادية. الإمام عليه السلام يعطي جواب ينسجم مع القضية المادية، فيقول له بأن المقصود كذا. أحياناً الإمام يعطي عنوان آخر، يقول الأجاص، أو يقول مثلاً الكمثرى، أو يقول الرمان، وذلك ليس مأخوذاً على نحو الحقيقة الواقعة في الخارج، وإنما مأخوذ على نحو الصورة التقريبية التي يمكن أن تتشكل بها تلك الفاكهة أو ذلك الطعام بما يتناسب وعرض وقبول المتلقي. احتمال آخر: لا، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام غرضه الإشارة إلى بعض أجزاء ذلك الطعام، يعني هذا الطعام فيه جزء من التفاح، هذا الطعام فيه جزء من الكمثرى، هذا الطعام فيه جزء من الرمان، لأن طعام الجنة ليس كطعام الدنيا، وإنما طعام الجنة أمر خاص يختلف تماماً عن الطعام المرتبط بعالم الدنيا. وما دام طعاماً مختلفاً عما هو مرتبط بعالم الدنيا، ممكن أن يأخذ شيئاً من مواصفات طعام الدنيا، لا أنه تمام الموضوع أو تمام الغرض لبيان موضوع طعام الجنة. إذن ده جانب ينبغي الالتفات إليه. أيضاً أأتي إلى العنصر الثالث وأعقب فيه أو أعلق عليه سريعاً. النساء التي حضرنا لمولاتي خديجة، كيف حضرنا؟ طبعاً قد يستبعد الكثير أن تكون النساء الموجودات قد حضرنا إلى ولادة سيدتي خديجة صلوات الله وسلامه عليها، ويغفل الكثيرون عما نعتقده. تفت معي: أولاً عندنا حياة يعبر عنها بالحياة البرزخية. الحياة البرزخية وهي عبارة عن نشأة ما بين النشأتين، ما بين نشأة الدنيا وما بين نشأة الآخرة. في عالم البرزخ أو في الحياة البرزخية هناك مجموعة من الصفات المرتبطة بحياة الدنيا، كما أن هناك مجموعة من الصفات المرتبطة بحياة الآخرة. ولذا في حياة البرزخ هناك شيء من عالم الدنيا وهناك شيء من عالم الآخرة. لا يوجد ما يمنع أن يكون حضور النساء عند مولاتي خديجة عليها أفضل الصلاة والسلام بقوالبهن المثالية المرتبطة بعالم البرزخ أو المرتبطة بالحياة البرزخية، وهذا ليس بالأمر الصعب أو الأمر الغير متصور في المقام. أقرب بفكرة: نحن نعتقد وفقاً للعديد من الروايات الموجودة عندنا والمعتبرة أن أمير المؤمنين
والنبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما والأئمة المعصومين عليهم السلام يحضرون عند المحتضر حال الاحتضار. طيب، حضورهم عند المحتضر حال الاحتضار بأي كيفية؟ بقوالبهم المثالية. حضورهم عند المحتضر بقوالبهم المثالية، فأي محذور في أن يحضروا النساء الأربع بالقوالب المثالية عند مولاتي خديجة عليها السلام؟ لا يوجد شيء، خصوصاً إذا التفتنا إلى أن خديجة عليها السلام ليست امرأة عادية. من الطبيعي جداً أن الله عز وجل يعطيها كشفاً، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. مي غريب هذا على خديجة عليها السلام، طبيعي جداً أن خديجة صلوات الله وسلامه عليها تعطى مثل هكذا وتنال مثل هذا الجانب، مع أن الرواية الموجودة بأيدينا تشير إلى أنهن كنسوة بني هاشم أو كبعض نساء بني هاشم. وذا ممكن أن يقول أن يكون أنهن قد حضرن في قوالب مادية، الله سبحانه وتعالى خلق لهن قوالب مادية فجئن في قوالب مادية على صورة ملكية وحضرن بأرواحهن وقوالبهن المثالية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أختم بهذه الإلفات وبها أنتهي. عندنا الرواية التي تقرأ في الولادة أن السيدة خديجة عليها السلام بعثت لنساء قريش أن يحضرن عندها ليلين منها ما تلي النساء من النساء وقت الولادة، فبعثن إليها أن قد خالفتنا وتزوجت فقير أبي طالب أو يتيم أبي طالب، فقير لا مال له، لا نأتي إليك ولا نلي منك ما تلي النساء من النساء. ذي الرواية نقلها شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، ويمكن الملاحظة على هذه الرواية بمجموعة ملاحظات تمنع من القبول بها. السؤال الأول أو الملاحظة الأولى اطرح تساؤلات، خب، وطبعاً التساؤلات موانع للقبول من الرواية، في النهاية الرواية لا يمكن قبولها بسبب هذه الإشكالات التي سأضعها بطريقة تساؤلات على الرواية، وهي إشكالات في الحقيقة عليها. السؤال الأول: هل كانت مقاطعة نسوة قريش للسيدة خديجة عليها السلام منذ زواجها بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، والذي استمر مدة 20 سنة تقريباً، لأن السيدة الزهراء عليها السلام كما نعلم مولودة بعد البعثة 5 سنين، والسيدة خديجة عليها السلام كانت متزوجة بالنبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة، يعني هناك مدة زمنية طويلة كانت نسوة قريش مقاطعات للسيدة خديجة عليها أفضل الصلاة والسلام، أم ماذا؟ التاريخ لا ينقل عن مقاطعة بهذا المقدار وبهذا الحد وبهذا الأسلوب. إذن ده أول مانع يمنع من القبول. نجي احتمال ثاني وهو السؤال الثاني: المقاطعة التي صدرت من نسوة قريش لخديجة عليها السلام كانت بعد بعثة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، إذن ده خلاف اللي في الرواية: تزوجتي فقير يتيم أبي طالب، فقير لا مال له، إذن العلة مي علة أنه يتيم أبي طالب وأنه فقير لا مال له، وإنما العلة أنه جاء يبشر برسالة السماء وجاء يدعو إلى هداية الأمة وإلى صلاح الناس فامتنعوا من ذلك. طيب، هذا يدعونا إلى سؤال آخر: أين نسوة بني هاشم؟ وأي حاجة لخديجة عليها السلام وهي جليلة قومها ورئيسة نسوة قبيلتها من آل خويلد، زين، أن ترسل إلى من يراد لهن؟ قلنا لكم في البداية نختصر، قلت لا توكل على الله، زين. طيب، باقي عندي بس سؤالين: فأين نسوة قومها
وهي شيء وهي جليلة القادر رفيعة المنزلة في قومها وفي عشيرتها. وأين الفرعان الأساسيان؟ فرع بني عبد زهرة الذين ينتهي لهم النبي صلى الله عليه وآله، وفرع بني هاشم الذي ينتهي لهم النبي صلى الله عليه وآله من الأم ومن الأب، فأين هم؟ عن خديجة. أين نساء بني هاشم فقط؟ أين زوج الحمزة؟ وأين زوج أبي طالب؟ حتى زوجة العباس وبقية النساء. دي مجموعة أسئلة تجعلنا نتحفظ كثيراً جداً على الرواية التي تتلى والتي تشير إلى أن السيدة خديجة عليها السلام بعثت إلى النساء. طبعاً ده أمر يحتاج إلى تأمل وتدقيق أكثر، وأنا أتمنى كثيراً وكل رغبية من الإخوة الخطباء زاد الله في توفيقهم، وهم أرباب المنابر والأصوات الصادحة بالحق والتوجيه، أن يلتفتوا عندما ينقلون رواية من الروايات وأن يدققوها ليروا أنها مما يمكن الاعتماد عليه والقبول به أو لا. وعلى فرض أنني قد لا أمتلك القدرة على التدقيق والمناقشة، يمكن المراجعة للعلماء ولأهل الفضل رغبة في الاستفادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعاً وأن يديم علينا هذه النعمة، أن يثبتنا وإياكم على ولاية محمد وآله والبراءة من أعدائهم أجمعين، وأن لا يحرمنا هذا التوفيق إحياء مناسبات أهل بيت العصمة والطهارة. ولا نملك في النهاية إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى بحق مولاتي الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها، وبحق أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن يرضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، وأن يغير سوء حالنا بحسن حاله، وأن يستجيب دعواتنا ويشفي مرضانا ويقضي حوائجنا ويعطينا سؤلنا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.